تشربيها ازاي؟ قهوة مظبوطة يا باشا. وانت يا دكتور تاخد ايه؟ زي يا ماجد اتنين قهوة، واحد مظبوط واحد زي. الحقيقة أنا فخور بيكم أوي أوي، وعملتوا شغل ممتاز، وإن شاء الله هنعمل مع بعض الشغل أحلى وأحلى. وقبل ما نبتدي الشغل الجديد أحب أطمنكم على حاجة، طلباتكم مجابة وتحت أمركم. لو كاش يبقى أحسن يا باشا. أوي أوي يا ماجد. مش تقدر تعمله، دي الحسن افندي يصرفوا البنك ويجي. حاضر. في عمليه صغيره كده عايزكم فيها. تحت امرك يا باشا. في واحد اللي بيشتغلوا معايا نازل الانتخابات اللي جاي. عايزنا نلم له ناس؟ بالعكس، عايزكم تفركشوا له ناس. لا لا مؤاخذه مش فاهمها دي. المنافس بتاعه عامل الصوان هيخطب فيه الليله. طبعا الصوان ده هيكون مليان ناس. انا عايزه يتفركش. حلو. اعتبر سيادتك ان مفيش صوان اصلا. بس انا عايز عمليه كلين نظيفه اوام اوام قبل الرئيس ما يتدخل. مش هيلحق يا باشا. هما دقيقتين هتلاقي كل واحد واخد ديله في اسنانه وبيقول يا فكيك. والصوان ده فين يا باشا؟ هتعرف كل شيء في حينه. بقول تروحوا مع حسن افندي عشان تاخد فلوس كاش. بعد ساعتك. أوي أوي. ممكن نروح مع حسن افندي البنك عشان نفتح حسابات باسامينا. وماله؟ افتحوا حسابات باساميك. باسم كوثر كمان يا باشا. وباسم كوثر. وتكون حسابات سريه يا باشا. والحسابات سريه. وانا وين؟ سلام عليكم مراتك. ايه ده كله يا رب؟ ايه ده كله؟ ايه ده كله يا دماغي؟ كمان؟ بس ربنا يخليك يا ابني ويوسع رزقك ويجعلك في كل خطوه سلامه يا لطفي يا ابن بطني يا رب. نضاره اهي عشان تشوف التلفزيون الملاون كمان. خد يا نور. عارف يا ابي لطفي، انا نفسي بقى يكون عندنا فيديو. بس كده من عينيا يا قمر. ايه الفيديو ده؟ بالراحة على أخوك شوية. فيليو ده إيه؟ مش كفاية الحاجات اللي جابها دي كلها؟ لو كان عليا يا أما أجيب لك الدنيا كلها هفرش تحت رجليك. حججني يا لطفي. السنة دي إن شاء الله يا أما تبقى حجة مقبولة بدم شقاك وعرقك يا ابني. بس بقول لك إيه يا لطفي؟ لازم تزكي على كل قرش تكسبه يا ضنايا. إن شاء الله حق حزاكي وأذبح كمان. انتهى عصر التبعية والنفعية، لقد وضعتم أصواتكم بين يد أمينة لن تنطق سوى ما تنادي به المبادئ والمثل العليا. يحيى العدل. يحيى العدل. يحيى رجل المبادئ. يحيى رجل المبادئ. بقول لك ايه، العملية دي لو خدت أكتر من دقيقتين هتبقى خطر والبوليس ممكن يطب علينا. ما تخافش يا كابتن لطفي، زي دي فاهمني على كل حاجة. يلا. يحيى العدل. أنا رجل المبادئ. يحيى رجل المبادئ. أنا تعودت. نعم.
بعد النهر. هيا يا اولاد شغلكم يشرف ويطول الرحمة. على فكره يا اولاد شغلكم ده لازم يدرس في الاكاديميه. وحقكم حط في البنك الحساب السري. خلاص تكون راضي يا باشا. كل رضا. بمناسبه نجاح المرشح بتاعي نعمل حفله بعد بكره عندي في الفيلا. ريت تشرفني. انا واثق انها هتعجبكم قوي. بلادنا يا باشا. اتفضل. صحيح. انا متاكد انها هتعجبنا قوي. ان احنا ممكن نبقى زي الناس دول عز وبغدادة، وممكن نبقى زي ده فقر وبهدلة. ليه؟ المثل بيقول ان عشقت اعشق قمر وانسرقت اسرق جمل. واحنا قدامنا السكة ممكن نبقى في منتهى العز والبغدلة. قصدك ايه؟ مخدرات؟ كل التكشيرة دي علشان زعلان مع زاهر. بلاش اشغلك بمواضيع مالكيش فيها، لكن قوليلي انت قدرتي تزوغي من جوزك ازاي؟ ما قلت لك انه مش جوزي. انت مجنونة. مجنونة بيك يا حبيبي. زمان كنت بشتغل عنده.